السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شلون صحة؟ أهلا وسهلا بكم قناتي، وياكم محمود الأغا. اليوم شنو؟ هسه موسم الشتاء، موسم السفرات. طبعا صار لي وايد ما طالع سفرة، وأدري بيكم مشتاقين للسفرات ومقضيها نصائح وشغلات وصيانة وهالأمور. فبيت شوية أغير، وما دام انكسر الجو أبلش سفرات بالشمال. مثل ما ذاك اليوم وعدتكم قبل 3 شهور من رحت لدهوك انه الموصل راح ازورها، وهسه انا متوجه للموصل. بس قبلها راح اتوجه للمناطق القديمه، المدن القديمه الموجوده كانت بالموصل يعني قبل الميلاد وهاي الامور، ووراها اتوجه للموصل. قبل ما نبلش لا تنسوا اللايك والاشتراك وتدعون لاخواننا بفلسطين. يلا بينا. هسه قبل منا الموصل، ومنا دا اطلع الاشور، مدينة اشور هي اسمها زقورة اشور اذا تريدون تدورون بالجوجل. هسه متوجه لها، يمكن 30 كيلو بعدها. هاي طبعا بشهر الرابع هاي كلها خضار، هسه هاي المناطق، بس هسه مو خريف فما تلقى خضار. تجيها بشهر الرابع بنهاية الثالث تلاقيها جنة ما شاء الله. ما شاء الله نزلات قوية. نعم بعدنا ما وصلنا لدهوك. طسات طسات وما ادراك ما الطسات. هاي يعني انا مشارف مدينة اشور، زقورة اشور. حبيبي وعليكم السلام. ما شاء الله طبعا المدينة قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد هيجي، فلهالسبب كلها صايرة ركام. هسه احكي لكم عنها ليش صايرة هيج هاي المنطقة مدينة اشور. بس خليني اشوف الدخولية منين مالتها. هاي البوابة الرئيسية لمدينة اشور، العاصمة للمملكة الاشورية. طبعا هاي مدمرة لانه صار لها من 2500 قبل الميلاد مبنية مدينة اشور، وهاي كانت العاصمة للمملكة الاشورية. نصعد نشوف المنظر من فوق، هاي مثبتيها بدعامات لانه اهل للسقوط. الهندسة المعمارية اللي كانوا عليها. هاي البوابة الرئيسية لمدينة اشور، عاصمة المملكة الاشورية. ومثل ما قلت لكم بنت قبل 2500 قبل الميلاد. هاي طبعا متبقي من المدينة. طبعا هي مو مبنية من الحجر، مبنية من مواد لبنية اللي هي هيجي مثل الطين، هي من الطين مو طين مبنية منها. فهسه ما باقي منها شيء، باقي بيها المكانات اللي بيها حجر باقي، المكانات المبنية بالطين او الطابوق يعني القديم باقي شوية منه. هسه
بس هنا هذا البناء من الحجر ومن طوب من الطين. هذا البناء كانوا يقعدون بيها مقر مال الحراسة للجنود للجيش. هسه بس هذا الباقي منه. بس زين من 2500 سنة قبل الميلاد لحد هسه محافظ على شكله. طبعا الحجارة يبقى نفس ما هو بس الطوب مر الوقت يتأكل ويوقع. هسه أوديكم الزقورة. زقورة هي معبد كانوا يسموها زقورة، واكو بالجنوب هم زقورة واحدة ثانية. طبعا زقورة يسموها زقورة يعني معبد، كان المعبد الوثنية بيها، كان بالزقورة موجود سرداب سري. هذا السرداب كانوا ينزلون به لما تصير الهجومات الحروب عليهم من البابليين وال تدرون يعني جيوش البقية، فكانوا هناك يحتمون بها الملوك أو يعني عوائلهم. طبعا هاي هنا كانت بيوت موجودة احتمال يعني، بس مبين كلهم من الطوب اللي هو احنا نسميها سطابوق، بس بشكل يختلف عدة يعني، اكو تطور صار بيها البناء بالطابوق. هذا بقى صار مثله مثل الفخار، ملمسه فخار. هذا كله بالقاع. ما باقي بيوت، بس ذاك البناء باقي. لا والله هاي اكو هنا ممرات وبيوت، يمكن احتمال على السطح واقف، بس لازم ما امشي عليها لانه خطرة. هم تدرون مناطق اثرية، خلي انزل ايش يصير. هذا مدخل المعبد انو وداد انو واد. هذا كان معبد طبعا، اول ما فتت عبالي مكان مال اسواق، بس بالاخير طلع معبد. استكشف هذا بير هنا. كله فخار، انا بعد حسميه فخار لانه نلمسه نفس الفخار. احد غرف المعبد. هاي المنطقة عبارة عن هنا معبد، عبارة عن قصور الممالك. هسه متوجه لوحدة من قصور الممالك الآشورية. هسه هذا قصر نيراري الأول، ملك نيراري الأول. هاي طبعا لحد هسه يستكشفون بيها. هاي كلها غرف ملكية، هاي الدخولية اول ما تدخل وراها تتقسم. بس انا دا ادور على الغرفة الرئيسية،
احتمال هاي. هاي الغرفة الرئيسية معنا، وهي هاي أكبر وحدة موجودة. أسبوع للبناء، كله من طوب وطين، بس والله كانوا معماريين. هذا على أكثر زقورة أشوف، هسه نروح لها. هاي مقبرة نيريري الأول، يمكن هنا يحطون ممتلكاته يمه، يحطون ممتلكاته يمه ودافنيه بهاي المستطيل مثل ما تلاحظون. غرف كاملة تحت الأرض. هاي طبعا من القصر مالته، هذيك فتحة البوابة مالته إذا تلاحظوها، البوابة مالته تدخل للغرف القبر مالته. كلش حلو. هاي وصلت زقورة آشور. هذا البناء اللي تشوفوه هسه علوه 30 متر، قبل كان علوه 100 متر. كان قد ما عالي تشوف مدينة الحضر الجديدة هناك. هذا المدخل اللي أقول لكم عليه، هذا مدخل زقورة. يمكن ممنوع واحد يدخل جوا. هاي كانوا هنا يختلون حتى بوقت الهجوم، وقت الحروب يختلون الممالك بهاي المنطقة. راح اصعد فوق نطلع. يعني من علو 100 متر صار عبارة عن جبل من الطين 30 متر العلو مالته. هسه خليني اوصل للقمة. هسه انا على قمة زقورة. إذا تشوفون ذيك هي البوابة، هاي كلها المدينة الآشورية تمتد ورا هاي البنايات. بعد المدينة الآشورية هاي هناك بيوت، يمكن قصر. ذيك قلعة آشور، ذيك طبعا هم كان بناء ضخم ونزلت. مقابل هذا البناء الأبيض اكو معبد اسمه معبد آبو، وذيك هي قلعة آشور. ومن هنا نلاحظ قصر فرحان باشا، هذا مبني من الحجر بس كله واقع. طبعا هسه ورا القصر شو اسمه، طبعا ورا قصر فرحان باشا هذا نهر دجلة. عشان متقسم صار فرعين، متفرع فرع اول فرع ثاني. طبعا هنا كان اكو ميناء، وكان الميناء وين هذا القصر مال فرحان باشا، كان يوصل مي الدجلة هنا. طبعا هاي اول مرة اجي للمدينة الاشورية. هسه لازم ننزل ننزل ونشوف القلعة. هسه هذيك زقورة، وانا حاليا على قلعة الآشورية. عبارة عن كلس، عبارة عن طوب
نجار الكلس. قاعد حاط طيب خليني اشوف. طيب قاعد لازم يبدي يرجع له. نمشي هنا. القلعة المدينة الآشورية هواي بيها شرح يعني ما حافظها، فحط لكم الشرح مالتها بالوصف. بس مثل ما قلت لكم المدينة الآشورية بنت من 2500 قبل الميلاد، واحتلت يعني خلصت مماليك مال الآشورية 250 260 قبل الميلاد، احتلوها البابليين. بس راح اطلع اني من المدينة الآشورية. طبعا لو راجع من نفس الطريق اللي دخلت بيه المنطقة الآشورية كان احسن لي. الشارع كله حفر وطسات، قال لي هذا الطريق نظيف وسريع، هو الحارس اشوبه الطريق كله طسات وحفر، يعني لو ماشي على البعد بسرعة اوصل اسرع لمنطقة الحظر. فامشي على جوجل لا تمشي على حج الناس، عبالي بالمنطقة ويندال يعني هو من اهل المنطقة، عبالي يعني يعطيني طريق مختصر، طلع اعطاني طريق مال التعذيب كله تعرجات وطسات وحفر، كل حفرة هاي الكبر هاي. يلا الحمد لله هذا هنا مبلط مبلطين يعني انا ان شاء الله ما بقى شيء نوصل. المشكلة تأخرنا، الوقت كلش تأخر، حسب التنتين ونص. الله ان شاء الله خير. طلع بس هاي الجهة مبلط باعوا كلها طاسات. المهم تعلمني. شلونكم يا الربع؟ شلون الصحة؟ أدري صار الليل، أخروني بمدينة الحظر، أعطوني أول شي موافقة التصوير، وراها منعوا التصوير، قالوا لي ممنوع التصوير ومسحوا التصوير. بس زين يعني بقيت كم تصوير مال الانستغرام، هذا هاي أحط لكم إياه يعني المكان كلش رهيب حلو. يعني هذا اللي قدرت اصوره يعني للاسف ضاع التصوير، وتمنيت انه تشوفون المكان كله، بس الحمد لله هي تجارب تصير. انا المهم هسه متوجه للموصل، اقعد هناك بات يوم ووراها افتار بالموصل، اصور لكم المناطق الموجوده بالموصل ان شاء الله. هسه متوجه للموصل وصدق راح احط لكم الشرح مال منطقة مدينة الحظر بالوصف.